بدأ قبل قليل في مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت سن 23 عاما بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز. وشمل حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة بالبطولة وكلمات لمنظم البطولة وعدد من المسؤولين بالاتحادات الرياضية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى 25 من أغسطس الجاري. ننقل لكم مشاهدينا الكرام الآن جانب من هذه الاحتفالات فإلى هناك. That's what I'm doing.